هل يحسب الثلث الأخير من الليل من صلاة المغرب أو من صلاة العشاء؟ من غروب الشمس، الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الليل بهذه الآية بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غربت الشمس فإنه قد أفطر الصائم، يعني دخل الليل. نعم.